بس لحظة، دار الألارم تبع الحريق. دار الألارم حريق عندك؟ نادين الجيم تسعى للصلح بين أويس مخللاتي وشركة الصباح. نادين شخص لطيف يعني، بس تحضر فبيحضر كل الخير. هي دي الصورة اللي نشرها أويس مخللاتي مع نادين الجيم من أيام خلال لقائه بيها في دبي، وكتب الجمال في الإمارات. الصورة دي اتصدرت حديث الجمهور والصحافة. التقينا هيك لقاء مصادفة بأحد مطاعم أوتيل فور سيزن، كانت سهرانة هي مع ناس وأنا كنت معزوم كمان مع ناس. خبروني إنه نادين هون يعني، قمت لعندها وأخذنا هيدي الصورة. شو في أحاديث صارت بينكم؟ هل في أفكار مشتركة، أعمال جديدة رح تجمعكم؟ يعني نتمنى انه يكون في اعمال جديده، ولكن حاليا ما في شيء. الاحاديث كانت غالبا عن يعني عم تطمن علي. تفاجئت بالستيل الجديد اللي هو التكساس ستايل. باركت لها بطالون زهرة لاني عم تابعه للعمل. يعني نادين شخص لطيف جدا، فانا بنبسط لما بجتمع فيها حتى لو مصادفة. ونقدر نقول ان اللقاء ده هو الاول بينهم بعيدا عن العمل والتصوير، فهم كانوا تقابلوا سوا في مسلسل نص يوم وفي الجزء الاول من مسلسل الهيبة اللي استمر فيه اويس لحد الجزء الرابع قبل ما ينسحب من الخامس بعد اختلاف في وجهات النظر بينه وبين الشركة المنتجة للعمل. بطلنا نمزح. مصادر اي تي بالعربي يعني خبرتنا انه صار في نوع من نقاش بينك وبين نادين حول خلافك مع احد الشركات ورغبتها في انه المصالحة، عرضها لمسألة المصالحة. شو حقيقة القصة؟ اوف يعني اول شيء تحياتي لمصادر اي تي بالعربي. للحقيقة صار هيك حديث له علاقة بانه فينا ندخل بالصلحة. مثل ما قلت لك نادين شخص لطيف يعني، بس تحضر فبيحضر كل الخير. للحقيقة عرضت علي انه تكون مصالحة. هلا انا ما بعتبر انه في خلاف بيناتنا مع شركة الصباح، يعني انا بعتبره اختلاف بوجهات النظر فقط. يعني ما بعتبر انه في خلاف حقيقي بيناتنا، وخاصة انه شريكي انا انطلقت يعني بلشت معه وانطلقت معه، البدايات كلها كانت يعني مع بعض، فما فينا ننكر هيدا الشيء. بس لحظة، دار الالارم تبع الحريق. دار الالارم الحريق عندك؟ ايه. يعني اثناء حوار اي تي معك هلا في شو اسمه ولعته يا صخر. يعني مش من عندي، بس على ما يبدو في حدا عم بيطبخ شي طبخة او شي. ونرجع لطبخة المصالحة، حب يقول ايه اويس لنادين من خلال اي تي بالعربي. يعني انا بقول لنادين نجيم تحية حب كبيرة جدا من خلال اي تي بالعربي على هيدي المبادرة بالصلحة رح نسميها بيني وبين شركة الصباح. بتشكرك كتير على هيدي المبادرة، لان مبادرات الخير والصلح والمحبة والسلام كتير قليلة هيدي الأيام للأسف. فأنا لقيت من نادين جيم موقف كتير كبير، وقديه بحبها أنا زاد يعني زادت مكانتها بقلبي أكتر. اليوم بس هي فتحت الموضوع هيك ولا أنت اللي قلت لها؟ صراحة لا، هي فتحت الموضوع. شو قلت لك يعني يوم نادين فتحت الموضوع شو قلت لك؟ يعني كيف بدت الكلام؟ انه يعني مستغربة من خروجي من الجزء الخامس من الهيبة على ما يبدو، فهو اللي الاستغراب اللي خلاها تفتح الموضوع. والكل بقى عارف ان في الجزء الخامس هينضم عبد المنعم عمايري الكاست الهيبة كعدو الجبل. برأيك يعني خروجك من الهيبة ودخول الفنان عبد المنعم عمايري الى الجزء الخامس من الهيبة، هل هيحقق توازن؟ وهل يعني تم التضحية بويس مخللاتي على حساب يعني استقطاب النجم عبد المنعم عمايري؟ يعني اشك انه في لهم علاقه مع بعض. بالعكس، الاستاذ عبد المنعم يعني حبيب القلب، هو بيعرف تربطنا علاقه صداقه ما بعد الاستاذي. يعني صداقه قويه جدا، فبتمنى له التوفيق بالهيبه خمسه وبكل شيء عم بيعملوه.